السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع انهيار النظام الصحي في العراق وغياب المعالجة الحكومية. نذكر مشاهدينا الكرام قبل البدء في هذه الحلقة أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نذكر مرة أخرى بالتردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم على هذا التردد الجديد والانتقال إليه من أجل متابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن مستجدات الواقع الصحي المنهار في العراق وكيف تتعامل حكومة المنطقة الخضراء مع خطورة الوضع الصحي في ظل فقدان أغلب مستشفيات العراق للمعدات ووسائل معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكذلك أزمة نقص الأكسجين الحادة والتي تسببت بفقدان الكثيرين لأرواحهم، وأيضا واحدة من الكوارث الكبرى التي يشهدها العراق ألا وهي سرقة المساعدات الطبية وأخيرها المساعدات الطبية المرسلة من تركيا. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. على المنطقة بس هاي منطقتنا أول بلد آني اتخذ إجراءات غير مسبوقة وشكل خلية أزمة ومنعنا السفر إلى المناطق اللي ظهر بها الفيروس. هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء يا خلية الأزمة، مو قلنا سد الحدود؟ ووضعنا قيود على المواطنين الذين يأتون من مناطق ظهر بها الفيروس واتخذنا إجراءات داخلية هو العراق. وينك يا محافظ البصرة تعجب غضاء أبو الخصيب ولا عبالك أكو فيروس بي؟ وينك يا محافظ البصرة؟ يا معوز سوي النجارة رحمة الوالديك، رحمة الوالديك، تعال شوف شوفوا بالخصيب بالقرآن الكريم ما تقدر تمشي. اليوم ازدادت البنية التحتية في مجال المختبرات، قال لك النظام الصحي في العراق نظام بطل وصامد. طب جوا وشوف الخيسة، ثقب الله من البارحة واليوم لا واحد وصلنا أي. ولا واحد اجانا أي. وكل واحد يطلع من مكانه أي. يبقى فراشه نفسيته ويجيبون غيره ينمو على نفس الفراش. انتم مصابين ما متاكدين بعد احنا يعني تحليلنا ما طالع نعم. يعني احنا ما بينا شيء بس بسبب ذول اللي قبلنا راح يتمرر. شوف هاي الحمامات، هاي الحمامات هسه فتشوفكم ياهي بس مي بارد، مي بارد هاي بس مي بارد اثنيناتهم يعني صح. انا غسل بيدي هذا تشوفون هذا الحين هذا وين ثلج بارد ثلج ثلج جاني جاني بالوحده تقريبا بالوحده جاني يجيبوا لي مال وجه فين شو يعني انا البحر العشاء ماكو غيوب اليوم ماكو. لدينا سعه سريريه باذن الله. تشوفون هاي الحالة يعني هسه احنا شلون نتصدى الوباء الحجم كورونا واحنا بهيج وضعية طبيب ما اخلصه. راح تنزل فرق صحية تعمل مسح وبائي بدل ما نقعد احنا نستقبل الحالات المرضية راح نبدي ننزل. ما شفتكم لان تعقيم ماكو ماسكات ماكو. كانت عندنا مصابة بالكورونا قبل شوي طلعوا برا فاسجن المراجعين المغرب او بالليل يكلمون عليه كم واحد راح ينعدي وكم واحد راح يصير بيه كورونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية المكتوبة التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع كما علمتم مشاهدينا الكرام هو حول الواقع الصحي المنهار في العراق وكيف تتعامل حكومة المنطقة الخضراء مع خطر وحجم خطورة هذا الوضع الصحي الآن في العراق، وخاصة في ظل وجود ميليشيات استطاعت أن تصل وحتى القوات الحكومية استطاعت أن تصل أيديهم إلى حتى المساعدات الطبية المرسلة من دول الجوار إلى العراق من أجل إعانته على ما يواجه من أخطار بسبب فيروس كورونا. طبعا أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى العراق من أجل إعانته على مواجهة هذا الفيروس.
الموضوع الذي حصل هو أن هذه المساعدات استطاعت الميليشيات والقوات الحكومية وكذلك من في السلطة أن تصل أيديهم إلى هذه المساعدات ليسرقوا جزءا كبيرا جدا منها. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام لعملية سرقة تم توثيقها بشكل غير مباشر أثناء لقاء تلفزيوني أجري على إحدى القنوات الفضائية. يظهر في خلف الشاشة شخصيات ترتدي الزي الحكومي وهي تقوم بعملية سرقة لهذه المعدات والمساعدات الطبية، فلنشاهد. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، يتم سرقة المساعدات الطبية المرسلة من تركيا بهذه الطريقة على يد قوات حكومية. واضح من زيهم، يرتدون الزي العسكري. طبعا هذا الموضوع ليس حقيقة اتهام باطل، بل هو اعتراف حكومي كذلك بأن هذه المساعدات الطبية سرق جزء كبير منها. نعرض لحضراتكم الآن تقرير أو بيان لوزارة الصحة في العراق تحدثت عن أن هناك فعلا سرقات حصلت للمساعدات الطبية التركية، فنشاهد معا هذا الكتاب الذي صدر من وزارة الصحة في العراق، وزارة الصحة والبيئة. ركزوا مشاهدينا الكرام بنقطة أن الأدوية والمساعدات الطبية كميات كبيرة، آلاف الكمامات وعدد من الأدوية والوقاية وبعض الأدوية تم سرقتها خلال مسافة لا تتعدى 2 كيلومتر، وهي المسافة بين مطار كركوك ومستشفى كركوك بحسب موقف الاستلام المرفق. يعني خلال 2 كيلومتر ما بين مطار كركوك إلى مستشفى كركوك تم سرقة كميات كبيرة جدا من هذه المساعدات الطبية، وهو أكبر دليل على حجم الانهيار الأمني وفقدان السيطرة بالنسبة لحكومة المنطقة الخضراء تجاه كل شيء يوجد في العراق، خاصة بالنسبة للمساعدات التي ترسل إلى العراق في ظل عجزه عن توفير أبسط مستلزمات الوقاية والعلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات. لنرى هذه الأيادي الميليشياوية الحكومية تطال حتى المساعدات الطبية المرسلة إلى عدد كبير جدا من العراقيين المصابين بفيروس كورونا. معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسلمك. محمد، هي دولة لصوصية، هم دولة لصوصية. نعم. لا يبهون بالشعب، لا يبهون، يعني هسه اقسم بمحمد والقران العظيم، طب المسلسلات راح تشوف العجب. يعني هم ما يدرون العراق يصحى، يعني دائما يبدو مريض من القتل والارهاب والطائفيه جابونا اياها، يعني هي دول تفرع دول بها العراقيين. نعم. يعني تزول تاخذوها يعني وتبيعوها، يعني تشوف المظاهر، صدق المظاهر يعني كوارث. يعني ادويه فيها قبل هينوات على لوريات على سيات يبيعون بها، يعني هم جاي دول هم شنو قتل الشعب يا اخي، يعني هم سووا من 17 سنه راح نطبق 18 سووا، يعني يقول لك راح نبني مستشفيات كذا وكذا وكذا، وهي كلها مو صحيحه، يعني كلها ابتزاز للعراقيين وقتلهم بدم بارد. يعني هو دائما احكي على وزاره الصحه، يعني كل واحد يعني كل واحد عنده عصابته ويقدر قد ياخذ ما ياخذ، يعني ياخذ فلوس ياخذ، هم لا يعرفون العراقيين ولا يعرف لهم اهميه. والعراق يعني الله اكبر، يعني العراق هذا العراق العظيم هيك يتدمر، وناس كلهم لصوص اخي محمد، كلهم لصوص. يعني بس اريد نفهم شنو معنى انه حتى السرقات تطال المساعدات الطبية، يعني هي مساعدات أرسلت إلى مرضى بالآلاف موجودين داخل المستشفيات العراقية، والعراق بأمس الحاجة إلى هكذا نوع من المساعدات في ظل فقدان الحكومة لكل هذه المستلزمات الصحية الوقائية الطبية، ولم توفر للمستشفيات العراقية كل هذه الأمور، يعني ليش يبوقون حتى المساعدات الطبية؟ أخي محمد، دولة لصوصية، يعني هم دولة، أنا ألف مرة أقول يا إخوان دولة مو عراقيين، عراقي يهتم بالعراقي، يعني أكو أطباء فيروس كورونا ماتوا، يعني أكو ناس شرفاء يخدمون البلد
طاحين على امور البلد يهمهم العراقي، بس هذول اخي مو عراقيين، ما يهتمون العراقي اصلا، دولة جرثومه بالعالم. نعم اقسم بالله يعني صارت تجاره اخي، الطب تجاره. وساستيقظ على الاطباء يخافون، اخاف لي يتلسون بالفيروس هذا وتلحق بيوتهم، ما يشتغلون. يعني ما تكفيهم يعني، ما تكفيهم السرقات حتى الضيق عينهم على المساعدات ارسلت الى العراقيين؟ ما يملي عين البشر الا التراب اخي محمد، هذول متدربين ومسيرين واوامر اجنده خارجيه، هم غلط قتل الشعب. يعني لما نجو احنا معارضه، احنا معارضه، المعارضه ايش تسوي محمد؟ يعني هذول مجرمين حرب. نعم يعني هسه لما يقولون يا فلان قتل ياخذ عقابه، بس هذول يقتلون بالعراق ليش ما يحاسبوهم؟ هم امريكا جابتهم غلط قتل العراقيين. يعني خلاصه الكلام، هم هذول يقتلون العراقيين. أنا أشكرك يا أبو حسن، كنت معنا من بغداد. لما نسمع أنه أكو لجنة تسمى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة، يعني ننظر إلى المصطلح أو إلى الشعار أو إلى التوصيف، نراه معني بالصحة والسلامة في العراق، لكن من هم الأعضاء؟ دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا كتاب أصدرته الحكومة لتعيين موفق الربيعي سكرتيراً في اللجنة الوطنية العليا، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. أسماء حقيقة يعني كبيرة جدا على شخصيات لا تستحق. اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت مكافحة جائحة فيروس كورونا في جلستها 13 المنعقدة بتاريخ 6/7/2020، وتسمية الدكتور موفق باقر الربيعي سكرتيرا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ويكلف بمهمات متابعة تنفيذ مقرراتها مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. هذا كتاب صادر من الأمين العام لمجلس الوزراء، وكذلك يعني أمر حكومي بتعيين موفق الربيعي الذي يتهمه العراقيون بأنه أحد عرابي الفساد وصفقات الفساد في العراق، وواحد من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وسرق أموال العراقيين، وهو متهم بكثير من الاتهامات. مع هذا السلطة تفضله على غيره من أصحاب الكفاءات والوطنيين والتكنوقراط الحقيقيين، وتختار هذه الشخصية. طيب، من مع موفق الربيعي؟ دعونا نشاهد الكتاب الثاني مشاهدينا الكرام لكي تعلموا ما الذي يجري في العراق وكيف تدار الأمور. انظروا إلى الرقم 11، السيدة المستشارة الدكتورة حنان سعيد الفتلاوي، صاحبة شعار 7 في 7. هذا الشعار الطائفي الذي أرادت فيه أن عندما يقتل 7 من الشيعة أن يقتل أمامهم 7 من السنة. هذه الشخصية مسؤولة عن صحة وسلامة المواطن العراقي. لكم أن تتخيلوا كيف ستدار الأمور بمثل هكذا لجنة مكونة من هكذا شخصيات تحمل أحقادا طائفية، ملطخة أيديها بدماء العراقيين، متورطة بكثير من صفقات الفساد وسرقة المال العام. مصطفى الكاظمي عندما جاء إلى العراق وتسلم منصب رئاسة الوزراء مشاهدينا الكرام، هو خرج من رحم هذه الأحزاب التي أنتجت هذه الشخصيات الموجودة الآن أمامكم. هو جزء لا يتجزأ من مجموعة من الأحزاب جاءت بعد الاحتلال واستلمت العراق وأضاعت خيرات البلد ودمرت القطاع الصحي بشكل كامل. طبعا المستشفيات في العراق الآن تتهم بأنها بؤر لتفشي أو لنقل العدوى أو لنقل فيروس كورونا إلى الداخلين إليها. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نشرت تقرير تحدثت فيه عن أن مستشفيات العراق أصبحت بؤراً لنقل فيروس كورونا إلى العراقيين القادمين إلى هذه المستشفيات. وهنا نسأل، هل الحجر الصحي المنزلي في العراق أفضل من الذهاب إلى المستشفى بالنسبة للعراقيين في الداخل؟ ولماذا؟ يعني ألا يفترض بالمستشفى أن تكون هي المكان الذي يتجه إليه العراقيون أو المرضى بشكل عام لكي يتلقوا العلاج بشكل صحيح، باعتبار أن المستشفى يجب أن تكون تتوفر فيها كل مقومات الصحة والسلامة أكثر من المنزل؟ لماذا اتجه العراقيون الآن إلى حجر أنفسهم داخل منازلهم؟ السيد أنس من بغداد، تفضل يا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم ولقناتكم الكريمة أستاذ محمد. حياك ولكل المتابعين. أهلا وسهلا. حيا الله أصلك. بالنسبة للوضع الصحي اليوم شوفت حكومة كاملة ما تقدر تدير لها وزارة واحدة. نعم. يعني الفساد في وزارة الصحة ماخذيها جماعة التيار الصدري مثل ما نقول بالمصطلح العراقي قبالة سلاح ملاش على قولتهن. نعم. يعني انت من تلاحظ ان وضع صحي مأساوي وخاصة ان احنا نمر بوباء وهذا وباء يعني اعداد خيالية جاي تروح من عندنا. بالاضافة الى حتى اليوم اذا لاحظتوا قبل اربع ايام او ثلاث ايام افتتاح المستشفى العطاء. يعني ما اعرف شنو الحكومة شو تحس ورئيس الوزراء شو يحس لما يروح من الاحزاب اللي هو المفروض انه يسحب سلاحه مو يروح يستجدي من عندهم. وطبعا هن هاي بالاول وبالاخير هاي من فلوس الشعب تمام ولا لا؟ يستجدي من عندهم ان يفتحوا لهم مستشفى والطب تلم مستشفى مخلي الصور من مقتدى الصدر وغيره وغيره ترسل المستشفى. اعرف وزاره مبيوعه للتيار الصدري. يعني حتى الوزير بالنسبه لوزير وزراء الصحه اللي صاروا تقريبا ثلاث ارباعهم من 2003 لحد الان هي للتيار الصدري من عديل حمود من الوزير الجديد من اللي قبله. فأقل كريم بشكل كلش كبير اتصور مستشفى الناصريه جاي يشوفون حالات بالناصريه بطل اكسجين ما مدبريهم. هو هذا السؤال يا انس، شنو فائده مستشفى بناء مستشفى وهو لا يتوفر في داخله كل المستلزمات لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا او حتى امراض اخرى؟ اليوم احنا نقول اكو وباء وكل انظار وزارة الصحة المفروض ان تكون لهذا الوباء. انت تشوف اليوم الوباء المرضى يعانون الله يشهد. يعني انا اعرف ان الناس اصابوا بفيروس كورونا يعني من اقربائي ان حتى اكل ما يعطوهم بالاضافة ان هم يستلمون على كل شخص اصاب كورونا 8 ملايين دينار. هذه معروفة. يعني اتصور اكو حالة حدثت مع احد اقاربي رجل كبير بالسن توفى يعني اثر جلطه فودوه للمستشفى. يعني هو توفى ببيته ودوه للمستشفى. اتصور استاذ محمد هو ميت ببيته وميت بجلطه وكل ملامس له لان اعتبار اهله والعمه وولده وبناته يعني كلهم ملامسين له. ثاني يوم انطوهم اياه قال والله شنو والله بي كورونا. هو اصلا ما يم كورونا ولا بي كورونا. السؤال يطرح نفسه اذا كان هو صدق متوفي بكورونا ليش الملامسين الى ولده هذه لما اخذوا لهم مسحات ما طلع بهم مرض. فاذا هنا اكو قضيه فساد ان اي شخص هدد يتوفى او يتعرض اي مرض لزقوه على تهمه كورونا في سبيل اخذ المبالغ المخصصه. طيب انا اشكرك يا سيد انس من بغداد وضحت الفكره. شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. كريمة. حياك الله. بالنسبه لوزاره الصحه واللي هي اهم مسؤول من رئيس الوزراء المفروض يشرف على الوزير وعمل الوزير بكل الحكومات السابقه، شنو الانجازات اللي قدمتها وزاره الصحه للمواطن العراقي البسيط؟ يعني من بناء مستشفيات او من بناء مستوصف او مراكز طبيه في سبيل هيك يعني وباء وهيك حالات صارت يعني 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 جديدة على العالم كل الدول العالم كلها. يعني هاي كورونا وباء عالمي. يعني في سبيل يحتوون المرض يعني الحكومة وقفت عاجزة عن تقديم أبسط ما يكون هو الغذاء والدواء. يعني ما عندها إمكانية ولا القدرة على معالجة مواطن. هسه أخير شيء أخير قرار ان المواطن اذا اجى صارت بي اصابه واكتشفوا عنده اصابه يقول له روح بيتك احجر نفسك ببيتك. يعني هي دوله نفطيه وعندها امكانيه وصدر نفط وتبيع مليارات الدولارات، لكن المواطن العراقي تيجي تلقاه يعني ما عنده القدره ان يعالج نفسه ولا الدوله حتى تقدر تشرف على معالجته. ليش؟ لان وزاره الصحه من ضمن المحاصصه المقيته اللي فرضتها قادة الكتل وقادة الأحزاب أن تصير محاصصة ويوزعون الوزارات. هاي الوزارة الفلان تيار وهاي الصدريين وهاي الحزب الدعوة وهاي الحزب الإسلامي. فصارت إن لا أبالي. يعني يجي الوزير يقول لك أنا دافع فلوس على هذا الكرسي أريد أستفاد. وشفنا عديلة حمود شو اللي قدمت عديلة حمود هي رمز الفساد في وزارة الصحة. يعني سيد صباح بس أقاطعك بشغل. يعني الشعار يرفع في كل المستشفيات تقريبا
الوقاية خير من العلاج. من العلاج. اليوم بدنا نشوف إنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وكانت إيران واحدة من ثلاث بؤر في العالم، كانت الصين وإيران وإيطاليا، أصرت الحكومات ما بعد الاحتلال في العراق، حكومة المنطقة الخضراء، أنه تترك الحدود مفتوحة. واليوم ورغم أن إيران تسجل بالآلاف يوميا مصابين ووفيات، نرى السلطات عادت فتح معبر الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة مع إيران وأمام الوافدين الإيرانيين، يعني وكأن الموضوع انتهى، وكأن إيران أصبحت دولة غير موبوءة وتشافت من المرض، والعراق كذلك، ليفتحوا الحدود مرة أخرى. شلون حتقدر الحكومة تعالج الحالات اللي بالداخل وهي تسمح للإيرانيين وحتى من هم في إيران بأن يدخلوا إلى العراق وهم في بلد موبوء؟ أستاذ محمد، احنا العراق نعرف احنا محتل من قبل الامريكان ومن قبل الايرانيين، فأغلبية القرارات السيادية هي تتخذها المحتل، يعني رئيس الوزراء وزير الخارجية ما عندهم القرار الحاسم في سبيل اغلاق الحدود ويا اي دولة كانت. خلينا نقول الاردن، والله شافي كل المسلمين في بلدان الجوار، يعني الاردن صار بها وباء، خلينا نقول بكثرة، المفروض الدولة تتخذ إجراء تمنع الوافدين وتخلي الشروط وتخلي مفارز طبية بالمناخذ الحدودية، لكن احنا امرنا من باتجاه ايران، يعني مو بيد رئيس الوزراء ولا بيد اي شخص، ايران بكيفها. فالمفروض الحكومة اذا جادة وتخاف على المواطن العراقي تمنع الوافدين مغادرة ودخول للعراق من جهة ايران، لان ايران موبوءة وبها مرض وغيرها، واحنا نعرف غير الملفات مو بس كورونا، ملف المخدرات وغيرها، فالبلد ما بعد ما يقدر، البلد ما المواطن العراقي بعد ما يقدر يتحمل كل هاي الضغوطات اللي جاي تضغط عليها السياسيين العراقيين، وهذا الفشل من 2003 لحد الان هم فاشلين. هاي وزارة الصحة ما بنا مستشفى للمواطن، يعني بعض المراجع الموجودة بني مستشفيات في ايران والعراق بحاجة ماسة لهاي المستشفيات، وفشلهم وراح يفشلون. وهذا الوباء يا ستار من عنده، للحكومة ما عندها القدرة، لا اكو دكاترة اخصائيين يفتهمون ولا اكو كادر طبي يقدر. كل هاللي قتلوها واللي هجروها الاطباء القدامى هجروهم، واللي يبقى يقتلوه، فبقى بس دول اللي درسهم بالهند ودرسهم بالماليزيا وغيرها واخذهم شهادات، يعني مو ذولاك اللي عندهم الكفاءة وعندهم القدرة على استيعاب هيك وباء عالمي. الحكومة وقفت عاجزة وما بيدها أي شيء، المواطن إلى الله هسه المفروض اللي يصاب بكورونا يظل ببيته قاعد، يعني إذا يروح احنا هنا نسأل، يعني ليش وصل بينا الحال ليش وصل بينا الحال إنه المواطن العراقي اتجه إلى أن يحجر نفسه في بيته أفضل له وأستر له من ما يروح إلى مستشفى قد يطلع منها جثة هامدة؟ بالطبع أستاذ، وصارت يعني مئات الحالات ما بيهم شيء، شكهم بأعراض هي خفيفة، راحهم ضربوهم أبر، أو حتى المستشفى أو الحجر نفسه هو موضوع، يعني يدخل مواطن عراقي إلى أي مستشفى في بغداد يطلع هو به مصاب ويرجع لأهله، إنه بيصير المصيبة أكبر. المستشفيات هسه أغلبية المواطنين العراقيين يقول لك لا تروح المستشفى راح تموت، صارت هيك حالة عندهم، لا أكسجين، لا مواد غذائية يغذون المريض، لا أجهزة طبية، لا عناية، ماكو هيك شيء. حتى إذا يروح المستشفى هو إداري نفسه، هو يعالج نفسه. أنا أشكرك يا سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركة. طبعا حديث السيد صباح من بغداد حقيقة، وهي قضية أيضا طرحناها، موضوع الحجر المنزلي. الحجر المنزلي أيضا هو عامل من العوامل التي لا تساعد على معرفة حقيقة الأرقام والإصابات في العراق، بسبب عدم خضوع الكثير من العراقيين الذين قاموا بحجر أنفسهم في منازلهم للفحص، وبالتالي حقيقة الأرقام الموجودة في العراق هي غير المعلن، لأن ما يحدث في العراق الآن هي كارثة حقيقية بكل المقاييس على المستوى الصحي. ونرى الآن هناك تحذيرات خاصة من خلية الأزمة الحكومية التي تقول وصلنا إلى المستوى الثالث لانتشار فيروس كورونا، ومع ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 90 وفاة باليوم الواحد. يعني العراق الآن لم يصل بعد إلى ذروة الوباء، نحن الآن في طريقنا إلى الوصول إلى ذروة الوباء لكن لم نصل بعد. كل ما نراه الآن وما نسمعه من أرقام وما نقرأه من أرقام حول الإصابات والوفيات كذلك في العراق هي جزء بسيط جدا من حقيقة الأرقام والإصابات الموجودة في داخل العراق.
يعني هناك أمثلة على قضية من يدخل إلى المستشفى بحالة ربما بسيطة يخرج جثة هامدة. هو موضوع الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي رحمهم الله، كيف دخلا إلى المستشفى بشهادة شهود وكانت صحتهما بشكل جيد ولا توجد أعراض كبيرة ولا يوجد أي مشكلة معهما، دخلا فخرجا جثث من المستشفيات بسبب أن المستشفى أصبحت هي بؤرة بحد ذاتها ناقلة للفيروس. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لمتابعة الحديث في هذا الموضوع، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. بخصوص الموضوع اللي هو السرقات اللي تصير على المواد الصحية، طبعا احنا ذاك اليوم جتنا مساعدة من تركيا. نعم. مساعدة من تركيا، المواطن استبشر خير انه بلكي يلقي بها بتفائدة. فأنت وزارة الصحة مو هي اللي تبوق، مو الموظفين. اكو عصابات مرتبطه باحزاب دينيه. نعم. احزاب دينيه هي اللي تبوق، مو الموظفين، احنا جربناها وانا بالكاظميه. الموظفين بهم ناس مخلصين البلد، بس الاحزاب الدينيه العصابات هي اللي تفرض عليهم السرقات. هي صايره اغلب 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 الموظفين بالدوله من حكوميين ومدنيين، من عسكريين ومدنيين، هم تابعين للاحزاب يعني. للاحزاب انا ما اخفى عليك، بس اكو ناس مخلصين فعلا. نعم. لا يرتشون، بس قله، بس قله. الناس الوطنيين ما عندهم، بس الاحزاب الدينيه سيطرت على وزاره الصحه. احنا نتمنى تتغير هاي الوزاره، يتغير الكادر مالها من غير حزب الى، لان فشلت. سيد ناصر، المشكله في العراق بوزاره الصحه، لو المشكله في العراق بنظام حاكم. لا، النظام الاداري يختلف، هاي احزاب تقودها، الوزارات احزاب. نعم بدها تقودها وبدها تاثر على المواطن، لان هم بالاساس فاسدين استاذك. نعم. رؤساء الكتل ناس فاسدين، فيحبون يفسدون البلد. واحنا بس حتى، نعم كلامك صحيح، لكن حتى بس يعني لن نطرح الموضوع وكانه احنا بدنا نفصل ما بين الحكومه وما بين الاحزاب. هي الأحزاب هي المشكلة لهذه الحكومة، هي أساس هذه السلطة. بس نعم، بس أستاذ الحكومة ما تقدر تسوي شيء، لأن الأحزاب تجر بها مثل باخرة وتسحب بها هاي كتل الأحزاب. كتل. نعم. أنا أشكرك يا سيد ناصر، أشكرك يا سيد ناصر من بغداد. أكرر مرة ثانية، من أسس هذه المناصب، من يتسنم هذه المناصب، هم أفراد من أحزاب. يعني الأحزاب مو شيء وكأنه هو شيء منفصل عن ما يجري الآن وعن المناصب الموجودة من برلمانيين ووزراء ومدراء ونواب وإلى ذلك. يعني الأحزاب هي جزء لا يتجزأ من السلطة الحاكمة بوزرائها، بنوابها، بمستشاريها ووكلائها ومدرائها وكل الموظفين، ليس كل، عفوا، أغلب الموظفين في الدولة يتبعون بشكل أو بآخر لأحزاب أو يتأثرون بالأحزاب بسبب ضغط أو غيره، وبالتالي الأحزاب هي جزء لا يتجزأ من السلطة الحاكمة في العراق. نعم، التعميم خطأ، ولا نتحدث على قضية السرقات حول الموظفين الشرفاء العراقيين الغيارة على بلدهم وعلى ثرواته وعلى حتى المساعدات التي تأتي إليه، لكن نحن نتحدث عن الأطراف التي تتورط بسرقة المال العام، بسرقة حتى المساعدات الطبية المرسلة إلى العراق.
أبو عمر من الموصل، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحيي القناة ماركوم المفضلة، حياك وهي تنقل الأحداث اللي صحيحة واللي الواقع يعني. الله يسلمك أستاذ. يعني المساعدات اللي تجي من الخارج من تركيا لما يعني من باقي الدول اللي تبوق الأحزاب، طبعا الأحزاب اللي من تابعة هي تابعة للحكومة. نعم. يعني أنا أعرف عائلة والله العظيم أستاذ حجزوها بالبيت إنه على أساس فيها مرض كورونا وهاي السوالف. نعم. نعطوهم علاج، يريدون يموتون موت بطيء. نعم. يعني موت بطيء إنه حتى هاي العائلة محجوزة بالبيت، ما حد تقرب عليها، لا لا وزارة الصحة لا أمه لا. نعم. فهي الحكومة ما لنا أستاذ رب البوق. هاي دول مين دول مين يأكلون الناس اللي تقعد ببيوتها وده تجبر على الحجر المنزلي. والله ما يهمهم اذا ماتوا اذا طاب ما يهمهم، يقول لك مشكلته هذا. يعني هاي الحكومه ما لنا استاذ. هاي ليش تركيا الساعه حاليا المرض مسيطرين عليه ومساعدات على البيوت ويعطون فلوس العالم اللي ما تقدر تطلع برا؟ ليش العراق يعني ابو الخير ورب الخير نحن استاذ؟ الحكومه هي ما لنا حراميه، هي احزاب، الاحزاب اللي من تابعه تابعه للحكومه استاذ. نعم. يعني الحكومه هو واقع بيها الفقير بس استاذ حاليا. نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو عمر من الموصل، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا الواقع الصحي الآن في العراق واقع منهار، ونحن نتساءل ما الذي تملكه السلطة من أدوات لمواجهة هذا الانهيار في القطاع الصحي العراقي. من معنا الآن؟ سيد علي من بغداد، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. قل لي عيني، هذا الوضع الصحي متدهور وبانتشار الفيروس كورونا. نعم. يعني شنو راح تاخذ الحكومه علينا ما خصصت لنا وفرض حظر التجوال؟ نعم علي، والله انا اتمنى انت تقول لي انت بالعراق عايش وده تشوف الوضع. فقدنا الاتصال للاسف مع علي من بغداد. هو هذا السؤال، ما الذي وفرته هذه السلطه او الحكومات المتعاقبة وتحديدا الحكومة الحالية للعراقيين عندما تفرض حظر شامل للتجوال وعندما تفرض حظر جزئي للتجوال وتجبر العراقيين على البقاء في منازلهم؟ هل تساءلت من أين سينفق العراقي على نفسه وعائلته وأولاده؟ هل تساءلت ما الذي سيأكله المواطن العراقي المحجور في منزله مع أطفاله وعائلته؟ هل تساءلت ماذا سيحل بأصحاب المهن اليومية والوظائف اليومية، المهن التي يعمل يوم بيوم؟ يعني اليوم الذي يعمل به يحصل على مبلغ يعين عائلته به، اليوم الذي لا يعمل خلص هو لا يستطيع الأكل لا هو ولا عائلته. ألم تفكر الحكومة بهذه العوائل العراقية؟ وصلت الآن نسبة الفقر في العراق بحسب وزارة التخطيط الحكومية إلى أكثر من 31%. 31% نسبة الفقر بالنسبة للعراقيين، وهذه الأرقام الحكومية الحقيقة هي أكبر من ذلك، الرقم الحقيقي هو أكبر من ذلك. ومع هذا نرى الاستقطاعات لرواتب الموظفين، نرى فرض حظر تجوال شامل وجزئي، ولا يوجد هناك تفكير بمصير العوائل العراقية التي تبقى في منازلها مجبرة بسبب حظر التجوال وخوفا على حياتهم كذلك من تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل الوضع العراقي الصحي المنهار. السيد عبد الخالق من البصرة، تفضل يا عبد الخالق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك على قناة الرافدين، قناة رائعة، قناة طيبة. الله يسلمك. وضع البصرة والله تعبان. نعم. والله الصحي تعبان، مستشفيات تروح. نعم. ماكو أوبر، لاكو يعني برستول ماكو، كمامة ماكو. نعم. يعني وضع كلش تعبان، يعني مجمعات تروح على حسابك عندك، أنا ما أقدر على حسابك. يعني. نعم. تروح من جيبك، من جيبك خاص، أكو دكاترة، أكو أوبر، أكو كل شيء أكو، بس تعال تروح المستشفى، مستشفى تعبانة، مستشفى. نعم. لا بها أبرة، لا بها كمامة، لا بها براستول، لا بها، يعني من واحد لواحد، واحد يوديك منه واحد يجيبك منه، واحد اي انا اقول لك بالاحزاب. نعم. هي الاحزاب مسيطرة على الدولة كلها، الدولة ما كل سيد عبد الخالق، انتم يعني انتم بالبصرة
حالكم تعبان وده تقول حضرتك أيوة. ان الوضع عندنا تعبان. طيب انتم أيوة. المحافظه مليانه بالمصابين بفيروس كورونا، ومع هذا صحيح. عندكم المحافظ فتح الحدود، معبر الشلامجه الحدودي مع ايران فتحها للحركه، هم يقولون حركه بضائع يعني تطب 500 سياره ايرانيه يوميا، لكن هذا كلام الكل يعرفونه هو غير صحيح. الاحزاب والميليشيات مسيطره على الحدود، شلون يفتحون الحدود مع ايران وايران بها اصابات يوميه تتجاوز ال 2000 اصابه؟ ايران بعد اذا ما يفتحون الحدود لايران ما يشتغل اعتيادي، هم بعد هم المحافظ متفق وياهم، المحافظ هو الحاصل من عندهم، واذا ما تضرب سيارات ما راح يشتغلون. هذا اول بوابه منين اجانا؟ كله من ايران اجتني، كل الوباء كله من ايران. يعني لا ماكو واحد يجي لك يسد الحدود ويسدونها اليوم، ما تقدر تفتحون، ما حد يقدر يسدها، ما حد مدام ميليشيات موجوده بالبصره يعني ما تقدر يعني تسد الحدود. نعم. هسه الكهرباء مقطوعه، الكهرباء يعني يعطونا اياها خمس ساعات ست ساعات، هسه كلها قطع ساعتين ثلاثه، المحافظ مالنا قف الله يستر عليه، يعني هو الحرق، هو الحرقنا، يقول محافظ البصره ما تنقطع بها الكهرباء، ليش ما تنقطع الكهرباء؟ يعني هي البصره نعم. هي جايه تمدك ليه؟ البصره جايه تمدك للهو، جايه تمدك من يعني هي عاصمه بغداد هي البصره. نعم. مع الاسف، ما نقول هذا يعني محافظ وهذا ودارس وفاهم، هو يحكي عن الحكي، ليش يحكي عن البصره؟ طيب انا اشكرك يا سيد عبد الخالق من البصره، معنا السيد ابو محمد من بغداد، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. شلون صحتك؟ والله صحه بالعراق، هذا العراق اللي رجع بلد الصومال احسن من عنده، رجعوه هاي الميليشيات. نعم. يعني شايف انت مستشفى بها مزازين وبها تكرم كلاب وبها حيوانات، شايف؟ يعني انا ما شاء الله بلد بالصومال، عندنا مستشفى مال الصومال يقول لك ما شاء الله العباده الطبيه الله شافي. نعم. مستشفيانا كلها ملوثه، الله يخليك. رجعوا العراق الى زمان العثماني. زين؟ نعم. وهسه اللي يتمرض من العراقيين ما يروح المستشفى يخاف. نعم. يخاف لان اذا راح المستشفى بس يشتم الريح حيموت. لعد وين هاي الفلوس؟ وين المليارات اللي قالوا ان هم صرفوها على المستشفيات، على النظام الصحي؟ وين هذا الكلام؟ كله هوك والله العظيم، كله هوك، وداعه محمد وداعه الله سبحانه وتعالى، كله هوك، ماكو عمي مستشفى وماكو حكومه بالعراق. نعم. كله نهب وسلم وقتل، اللي يحكي حق اقتلونه، اللي يحكي كلمه حق اقتلونه. نعم. ناس حراميه سلابه الله ملانا بيهم، واكو حمايه وراهم عمي، اكو وراهم حمايه الامريكان، هم اكبر حراميه الامريكان وجابوا لنا حرامي. نعم. زين؟ نعم. العراق نهب وما يعرفونا، يعني هسه حتى هاي كورونا صارت تجاره على الدوله. لا يخافون الله، لا يخافون محمد. المرض يعني المرض هذا اذا اكو مرض انا ما اصدق بعد. لانه هو صارت تجاره استاذ محمد. نعم. صارت تجاره. يعني هاي الجفوف قبل فتره ب 10,000 دينار هسه صار ب 20 لان عليها طلب، الكمامات كانت بخمسه هسه صار ب 15 وب 20 ومين يجيب المواطن؟ مين يجيب؟ هو اقول لك متاكد يعني بعد كورونا ما تروح، وها واللي يروح المستشفى يموت اذا مثلا عنده سكر او عنده قلب او عنده مثلا راس يكتبون عليه كورونا. الصحه العالميه هاي هي اكبر مجرمه، تابعه للامريكان، هاي الصحه العالميه تابعه للامريكان، فدول يعطونا 8 ملايين على هذا اللي يموت بكورونا. فما شلون صارت شغله تجاره؟ كورونا بعد ما تروح من العراق وراح تلزق رزقه الى امس خلص العراق كله، لان هاي الميليشيات قامت تاجر بكورونا. زين علي؟ وماكو بعد بس الله يخلصنا من هذول، والله سبحانه وتعالى ما يبغى علينا استاذ محمد. انا اشكرك يا ابو علينا. نعم، انا اشكرك يا ابو محمد من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. سيد عبد الله من بغداد تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. بس بالنسبه للوضع السياسي يعني بالعراق، يعني بلكت ان شاء الله يحسون بينا، يعني احنا طلاب دادس يريدون نمتحن والقاعات متروسه مليانه، يعني حتى ذا سووا الامتحانات، احنا لما نخرج خارج الامتحانات يعني تصير تجمعات. نعم.
يعني نطلب من عندهم بس يأجلون الامتحانات يعني للشهر التاسع. وشنو اللي حيصير باختلاف بالشهر التاسع يعني؟ يعني بلكي تقل نسبة الأعداد مال الإصابات في العراق. أنت يا عبد الله هسه تتباوع تتباوع وده تشوف الوضع بالعراق، الوضع يبشر إنه هي الأعداد حتقل؟ لا مستشفيات، لا مساعدات طبية، لا نظام صحي، لا مساعدات طبية، لا أكسجين متوفر. احنا يعني حتى هاي الاعداد يعني هاي كلها كذب كذب. يعني احنا جيراننا يعني ثالث بيت بيهم كورونا بس ما يسوون مسح. نعم. ويانا طلاب ثلاثه اعرفوا مالي ما عندهم شسمه ما راحوا لا فحصه ولا دواء وهم بيهم كورونا يعني. يعني الوضع جدا خطر، يعني نتمنى يطلعون على حال الشعب العراقي. نعم. يعني كافي بوك كافي، احنا يعني ملينا يعني. صاروا لهم 17 سنه 16 سنه. نعم. الله يكون بعونكم يا عبد الله ويوفقكم ان شاء الله بدراستكم. عبد الله من بغداد اشكرك للمشاركه. طبعا هذا جزء ايضا معاناه الطلبه العراقيين، خوفهم على حياتهم بسبب التجمعات وبسبب عدم توفير ابسط مقومات الصحه والسلامه في العراق من قبل الحكومه، وطبعا الطلاب خايفين على حياتهم من اصابتهم بالمرض باعتبار انه الإصابات كثيرة جدا، وكما قلنا الأعداد الحقيقية هي غير المعلن، غير الحكومي المعلن، لأن الحكومة تقوم بإعلان ما تم فحصه من إصابات من حالات، لكن الحقيقة هي أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير. وقلنا سابقا لو أجرت الحكومة أو الجهات الصحية المختصة مسحات للإصابات بشكل أكبر لكشفت كوارث في العراق، ومع هذا الحقيقة أكبر من الأرقام المعلنة باعتبار أن العراقيين الآن اتجهوا إلى الحجر المنزلي ورأوا بأنه هي هذه أنسب وسيلة لمحاولة السيطرة ذاتيا على تفشي هذا الفيروس، باعتبار أن المستشفيات في العراق هي مكان غير آمن غير صحي. المستشفى مكان غير صحي، تخيلوا الوصف مشاهدينا الكرام، المستشفى أصبحت مكانا غير صحيا للعراقيين داخل العراق بسبب السياسات الفاشلة، الفساد الموجود في العراق المتبع من قبل حكومات ما بعد الاحتلال، وطبعا اللي استلم وزارة الصحة أو الوزارات الصحية المتعاقبة شخصيات امتلأت جيوبهم بأموال الفساد والسرقات، وعليهم تهم وشبهات فساد كثيرة وكبيرة جدا، وأوصلوا القطاع الصحي في العراق إلى الانهيار التام. الآن نحن في مرحلة انهيار تام، لا معدات طبية، لا أنابيب أكسجين، لا حتى المساعدات التي تأتي تسرق من قبل الحكومة بقواتها وكذلك الميليشيات والأحزاب وجهات أخرى ربما تقوم بسرقة هذه المساعدات الطبية. في رسالة لدينا مشاهدينا الكرام، أحد المشاركين يقول: أقسم بالله كنت بمستشفى ابن الهيثم للعيون من الساعة 5 الصبح وأنا أنتظر العلاج، وعندما بدأ دوام الساعة 9 صباحا أتى دكتور وطردني لأني لا أملك المال للقدوم للعيادة مالته، لأن العيادة مالته كشفيتها 60,000، والله تدمرت صار 7 وأنا أعاني من مرض العين وملاحظة المشفى مسيطر عليه من قبل أزلام عمار الحكيم. يعني أيضا طبعا لا تخلو المستشفيات من أطباء فاسدين، لا تخلو، ومن صيادلة فاسدين، مع احترامنا للوطنيين الشرفاء الجيدين منهم، لكن هناك من استغل المرض واستغل الحالة الصحية التي يمر بها العراق، الوضع المنهار، واستغل حاجة الناس للدواء وللمساعدات الطبية لكي يرفعوا الأسعار ويتحكموا برقاب العراقيين وبمصائرهم عن طريق حجب هذه المساعدة أو هذه المستلزمات الطبية عنهم إلا مقابل مادي، ومقابل مادي ليس هينا على كثير من العراقيين. في رسالة من مبروك من الإمارات يقول: تحية لكادر قناة الرافدين، يقول 42 مليار دولار صرفت من ميزانيات العراق المالية على القطاع الصحي منذ عام 2006 ولغاية 2019 باستثناء عام 2014، ويخرج علينا وزير الصحة اليوم يقول النظام الصحي متهالك منذ 40 سنة،
أين ذهبت هذه الأموال؟ أكيد في جيوب الفاسدين والمعممين، وهذا كله من جراء الإهمال والتقصير والنقص في القطاع الصحي. يقول هذه سرقات في وضح النهار وفساد سرقات أدوية وغيرها، خصوصا المرضى المصابين بكورونا وآخرهم الراحل الكابتن أحمد راضي، هم سبب تدهور وضع الصحي. هذا تعمد للواقع الصحي الكوادر الوطنية، هذا تعمد الواقع الصحي الكوادر الوطنية الطبية، يتم إبدالهم بآخرين لا يعرفون بالواقع الصحي شيء. والحكومات الفاسدة في هذا المجال في مفاصل البلد، شرارة تشرين ستثور براكينها في وجوههم وتزيحهم لغير رجعة، وتأتي بوطنيين شرفاء أحرار لقيادة دفة السفينة. يقول تحياتي للجميع والرحمة والشهداء، وفي مقدمتهم الكابتن الراحل أحمد راضي وعلي هادي والخزي والعار للقتل الفاسدين، عاش العراق العظيم، مبروك من الإمارات. شكرا جزيلا يا سيد، مبروك من الإمارات. معنا السيد أبو أحمد من الفلوجة، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا مرة توفت قبل 3 أيام عندنا مرة توفت قبل 3 أيام نعم، 3 أيام من توفت نعم، وما يقبلون يسلمونها، يابا محودين هاي الغية مرة كبيرة وقاعدة يعني بعرب، يعني هي سلاح قديمها ولا رايحة ولا جاية. نعم، ما يقبلون يسلمون الجثة مالتها، والله تعالوا الا تدلونا، تدلونا بها الكورونا، تعالوا وقعوا بها الكورونا، يعني يساومون اهلهم عليها. نعم. زين، تعالوا يلا ساومونا ونعطيكم هاي يجون ذول السماسره، تعالوا والله نعطيكم 5 ملايين وقولوا بها كورونا. نعم. هاي هيك انا، هاي صارت هيك انا، يعني صارت تجاره ما كورونا، تجاره حتى يعني بالمرض والموت. نعم. ها؟ تجاره حتى بارواح البشر. اي يعني هسه يعني تعالوا والله قولوا بها، تعالوا وقفوا واحنا نعطيكم 5 ملايين وقولوا بها كورونا. يعني هاي ما تصير هيك. طيب سؤال، ليش هذا اللي يصير؟ ابو احمد سؤال نعم، سؤال سريع، ليش هذا اللي يصير؟ يعني ليش ينطون فلوس لاهالي الناس اللي عندهم شخص توفى بكورونا او مصاب بالفيروس؟ جايتهم فلوس من دول مدري منين، ومنطون مدعين المناطق الجنوب ومدعين المناطق الشماليه ومدعين المناطق الغربيه، والأخبار ما بيها ولا كورونا، فقال لهم اسحبوا الفلوس، اسحبوا الفلوس، هاي انتم منطقتكم ما بيها كورونا، اسحبوها. قام يسوون تعال قول فيها كورونا حتى طيب. حتى شنو يصرفون الفلوس اللي دافعتهم ويا الدول. انا اشكرك يا ابو احمد من الفلوجه، شكرا جزيلا للمشاركه. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر ان قناه الرافدين ستنتقل الى تردد جديد وهو 10727 افقي على مدار القمر نايلسات. ارجو من الشباب عرضه على الشاشه كما ترون مشاهدينا الكرام، التردد هو 10727 افقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن الانتقال إلى هذا التردد الجديد لمتابعتنا بكل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.